صباح الخير. فريق جو أكاديمي اليوم موجود على باب واحدة من المدارس اللي انعقد فيها الامتحان التكميلي، أول امتحان لهاي الدورة اللي هو تربية إسلامية، وإحنا اليوم موجودين لناخد رأي الطلاب في الامتحان، نشوفوا شو عملوا فيه وشو رأيهم فيه، وننقل وجهة نظرهم لأهاليهم والمعلمين وكل المجتمع. خلونا نشوف الطلاب شو حكوا بأول امتحان وزاري. صباح الخير. صباح النور. كيف كان الامتحان اليوم؟ الحمد لله تمام، كان تمام، سهل، أموره تمام. حلو، أنت بتعيدي رفع معدل ولا لا؟ رفع معدل. حلو حلو. كان الامتحان سهل؟ أسهل من قبل، أسهل من الدورة اللي قبل كانت. رفع معدل إن شاء الله. حلو حبيبتي، يعطيك ألف عافية وجود لك وتوفيق، يعني مبسوطين الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. كيف كان الامتحان اليوم؟ الحمد لله منيح. أسهل من الامتحان في الدورة الماضية؟ شوفي أنا هاي الدورة الرابعة بقدمها، فأنا بطلت احترت بينهم، بعرفش من أسهل إشي ومين لا. ليه كنت ترفعي معدل؟ حلو، كم جبتي آخر مرة؟ 94.65. اسم الله ولسه بتعيدي؟ إيه أنا موازي عشان هيك. يعني أنت أطول بالجامعة؟ حلو. وعمالك بتعيدي مشان ترفعي معدلك؟ بالتوفيق، ومبسوطة صراحة إني شفتك اليوم، وإن شاء الله بتجيبي هالمرة أعلى وآخر دورة بتكوني تقدمي إن شاء الله. وخاص بعدين بصير بيعتمدوا ال لا ردي دكتورة والله طالب الطب؟ خلص يعني أنت ما مش حتصيري دكتورة، أنت خلص مسترتيها. حبيبتي يعطيكي ألف عافية، وإذا بتشوفي معي الكومنتس الكل مبسوط فيكي صراحة. أنا كمان مبسوطة فيكي إنه شفتك. شو اسمك؟ يارا. يارا يعطيك ألف عافية يارا، وصراحة أنا وإحنا كلنا في جو أكاديمي كتير ندعم الطلاب اللي مثلا بيدرسوا وبيشتغلوا مع بعض أو بيدرسوا وبيعيدوا، فصراحة أنت مثال لكتير طلاب، مثال الحمد لله ناجح، فيعطيك ألف عافية وتشرفت فيك. الله يعافيك. أهلا. الله يعافيك. إجماع اليوم من الطلبة أن الامتحان كان سهل وبسيط ومريح وما صارت أي مشاكل خلال الامتحان، فالحمد لله كان الامتحان اليوم سهل. نتمنى أنه كل الامتحانات الجاية تكون سهلة على الطلاب، وأنهم ينجحوا بكل الامتحانات هاي السنة ويخلصوا من التوجيهي، ونشوفهم إن شاء الله بأماكن أحسن السنة الجاي. استنونا بالامتحان الجاي لننقل رأي الطلاب في الامتحانات للدورة التكميلية.